بتاريخ يوم الجمعة 22 من شهر نوفمبر من سنة 1963 تم إطلاق النار واغتيال الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي علنا أثناء جلوسه في سيارة في موكب يمر في دالاس تكساس، حيث أصيب كينيدي برصاصتين وقد كانت الثانية القاتلة والتي استقرت برأسه. بعد سيل من التحقيقات ثبت أن إطلاق النار جاء من الطابق السادس في الركن الجنوبي الشرقي من مستودع الكتب في مدرسة تكساس، وهو مبنى على طول طريق الموكب، وقد كان مطلق النار رجل مسلح يدعى لهارفي أوزوالد. ثم بعد يومين من حادث الاغتيال فقد قتل أوزوالد على يد رجل عصابات يسمى جاك روبي في قسم شرطة دالاس. فما هوية منفذ عملية القتل؟ ما هي دوافعه الغامضة لقتل مغتال الرئيس الأمريكي؟ وما مختلف النظريات التي حاولت تفسير الحادث بعد ذلك؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل ندعوكم مشاهدينا الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب لنتابع. ولد جاك ليون روبي أو جاكوب ليون روبنشتاين بتاريخ 25 من شهر أبريل بسنة 1911، فيما توفي في يوم 3 من شهر يناير من سنة 1967 عن عمر يناهز 56 عاما. كان جاك ليون روبي يمتلك ملهى ليلي، وهو من أطلق النار على المدعو لهارفي أوزوالد بتاريخ 24 من شهر نوفمبر من سنة 1963، بينما كان أوزوالد يحتجز في مركز الشرطة بعد اتهامه باغتيال جون اف كينيدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، كما قتل شرطيا بدالاس يدعى جي دي تيبت. حيث وبعد التحقيق والتحريات وجدت هيئة محلفين في دالاس أن روبي مذنب بقتل أوزوالد وحكم عليه بالإعدام. تم استئناف الحكم القضي بإدانة روبي لاحقا، كما تم منحه محاكمة جديدة. ومع ذلك وفي الوقت الذي تم فيه تحديد موعد محاكمته الجديدة فقد مرض روبي في السجن وتوفي بسبب انسداد رئوي ناتج عن سرطان الرئة في 3 من شهر يناير من العام 1967. العودة إلى شهر سبتمبر من سنة 1964، فقد خلصت لجنة وارن إلى أن جاك روبي قد تصرف من دافع نفسه في حادث مقتل أوزوالد، فيما اعتقدت مجموعات مختلفة أن روبي متورط من شخصيات رئيسية في الجريمة المنظمة، وأن قتل أوزوالد كجزء من مؤامرة شاملة تحيط باغتيال الرئيس الأسبق كينيدي. بالعودة إلى تفاصيل حياته السابقة، فقد ولد جاك روبي جاكوب ليون روبنشتاين كما سلف الذكر يوم 25 من شهر مارس من سنة 1911 في منطقة شارع ماكسويل في شيكاغو لأبويه جوزيف روبنشتاين وفاني توريك روتوفوكسكي أو روكوفوكسكي، وكلاهما من أصول بولندية من اليهود الأرثوذكس في منطقة سوكاو. كان روبي الخامس من بين أطفال إخوته العشرة الذين كانوا جميعا على قيد الحياة خلال فترة طفولته، كما كان والديه وفي كثير من الأحيان عنيفين تجاه بعضهما البعض، وكثيرا ما كان ينفصلان لفترات طويلة ثم يعودان، فيما تم نقل والدة روبي في النهاية إلى مستشفى للأمراض العقلية. تميزت طفولته ومراهقته أحداثا مضطربة وتصرفات جانحة انطلاقا من فترة وجوده في دور الحضانة، ثم في سن 11 وبالضبط في العام 1922 فقد بدأ يتغيب بكثرة عن المدرسة إلى درجة أنه قرر التوقف عن الدراسة في نهاية المطاف. بالموازاة مع ذلك فقد اتجه إلى بيع أوراق سباق الخيل والعديد من الأغراض الأخرى، ثم بعدها عمل في اتحاد جامعي النفايات المحلي. منذ طفولته المبكرة لقب روبي باسم سباركي من قبل أولئك الذين عرفوه، حيث قالت أخته المدعوة إيفا جرانت إنه قد حصل على اللقب لأنه كان يشبه حصانا بطيء الحركة يدعى سبارك بلوك أو سباركي في الشريط الهزلي المسمى بارني جوجل، حيث ظهر سبارك بلوك كشخصية في الشريط في العام 1922،
وذلك عندما كان روبي في 11 من عمره، فيما تقول روايات أخرى أن الاسم قد أطلق عليه بسبب مزاجه المتقلب بسرعة. وفي كلتا الحالتين صرح جرانت أن روبي لم يعجبه لقب سباركي، وكان يحاول ضرب أي شخص يناديه بذلك الاسم. ثم خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي، قد أصبح روبي يتردد على حلبات السباق في كل من إلينوي وكاليفورنيا إلى أن تم تجنيده في العام 1943، وخدم في القوات الجوية للجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، كما وعمل كميكانيكي طائرات في القواعد الأمريكية حتى العام 1946. خلال تلك الفترة كان لديه سجل مشرف، كما تم ترقيته إلى رتبة خاصة من الدرجة الأوثم عند الخروج من المستشفى في العام 1946، فقد قرر العودة إلى شيكاغو. وفي العام 1947 فقد انتقل جاك روبي إلى دالاس، حيث قام هو وبعض إخوته باختصار اسمهم العائلي من روبينشتاين إلى روبي. وسبب ذلك هو أن اسم روبينشتاين كان طويلا جدا، وأنه كان معروفا باسم جاك روبي. ثم بدأ في وقت لاحق بالعمل في النوادي الليلية وقاعات الرقص، وخلال ذلك ربط علاقات وثيقة مع العديد من ضباط شرطة دالاس الذين كانوا يترددون على النوادي الليلية، حيث قدم لهم الخمور مجانا في بعض الأحيان وغيرها من الخدمات. لم يتزوج روبي مطلقا ولم يكن لديه أطفال. وفي وقت اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، فقد كان يعيش رفقة زميل له والمدعو جورج سيناتور، والذي أشار إلى روبي بصديقي خلال جلسة استماع لجنة وارن، لكنه أنكر أن يكون الاثنان على علاقة وطيدة. ثم في وقت لاحق فقد قال محامي لجنة وارن المدعو بيرت جيفرين للمؤلف جيرالد بوزنر: لست متأكدا مما إذا كان السيناتور صادقا معنا بشأن علاقته مع روبي. كانت هناك أدلة تشير إلى أن جاك روبي كان متورطا في أنشطة غامضة مثل مقامرة غير القانونية المواد الغير مشروعة وبعض الأعمال الأخرى، حيث ذكر تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي في العام 1956 أن المخبر المسمى إيلين كاري قد انتقل إلى دالاس في شهر يناير من ذلك العام رفقة صديقه جيمس برين، بعد اكتشاف مجموعة من السندات بتهم تجارة مواد غير مشروعة في حق روبي وعمله مع مؤسسة كبيرة في ذلك المجال تنشط بين تكساس والمكسيك والشرق. كما أخبر ستيف جوثري وهو شريف مقاطعة دالاس سابقا مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يعتقد أن روبي كان يسير بعض الأنشطة الغير أخلاقية الأخرى في ناديه منذ أن قدم إلى دالاس، وهو ما أكده بعض الأشخاص المعروفين في المنطقة أيضا. ووفقا للأشخاص الذين استجوبتهم السلطات المحلية ولجنة وارن، فقد كان روبي يشعر باليأس بعد أن جذب الانتباه إلى نفسه وإلى ناديه، كما كان يعرف عددا كبيرا من الأشخاص في دالاس، لكن لم يكن لديه سوى عدد قليل من الأصدقاء، كما أن مشاريعه التجارية لم تكن ناجحة بالقدر الكافي، حيث وخلال فترة الاغتيال فقد كان مدينا بمبالغ كبيرة. تلقت اللجنة تقارير عن ولع روبي بالعنف، فغالبا ما كان مزاجه متقلبا، وغالبا ما لجأ إلى استعمال العنف مع الموظفين ممن كانوا يسببون له الإزعاج، كما لعب روبي دور الحارس في ناديه وقام بضرب زبائنه في 25 مناسبة على الأقل. ثم غالبا ما كانت المعارك تنتهي برمي روبي لضحاياه أسفل درج الملهى. سمع المسؤولون الحكوميون أيضا قصصا عن سلوك روبي الغريب والغير متزن، وقد كان في بعض الأحيان يخلع قميصه أو ملابسه الأخرى خلال المناسبات الاجتماعية، ثم يضرب صدره مثل ما تفعل الغوريلا، أو يتدحرج على الأرض وأثناء المحادثات يمكنه تغيير الموضوع فجأة في منتصف الجملة، كما كان يرحب أحيانا بالزبون له داخل ناديه، لكن في ليالي أخرى يمنع نفس الزبون من الدخول دون تقديم تفسير، كما وصف روبي من قبل أولئك الذين عرفوه بأنه شخص غريب الأطوار ولا يمكن التنبؤ بردود أفعاله على الإطلاق، ونفساني كما يعاني من نوع من العديد من الاضطرابات. وفي يوم 21 من شهر نوفمبر فقد حاولت لجنة وارن إعادة دراسة تحركات روبي من تاريخ 21 من شهر نوفمبر من سنة 1963 وحتى 24 منه،
حيث ذكرت اللجنة أنه كان يحضر مهامه بصفته مالكا لنادي كاروسيل الواقع في شارع التجارة في وسط مدينة دالاس ونادي فيغاس الموجود في منطقة أوكلون بالمدينة من بعد ظهر يوم 21 نوفمبر حتى الساعات الأولى من يوم 22 من شهر نوفمبر. تاريخ 22 من شهر نوفمبر وحادث اغتيال كينيدي وفقا للجنة وارن، فقد كان روبي يتواجد في مكاتب الإعلان بالطبق الثاني في دالاس مورنينج نيوز على بعد 5 مبان من مستودع الكتب في تكساس، حيث كان يضع إعلانات أسبوعية لنواديه الليلية عندما علم بحادث الاغتيال في حوالي الساعة 12:45 بعد الزوال. ثم أجرى روبي مكالمات هاتفية مع مساعده في نادي كاروسيل وأخته. كما صرحت اللجنة أن موظفا في دالاس مورنينج نيوز قدر أن روبي قد غادر مكاتب الصحيفة في الساعة 1:31 من بعد زوال نفس اليوم، لكن اللجنة أشارت أيضا إلى أن شهادات أخرى تشير إلى أنه قد يكون قد غادر في وقت سابق. ووفقا للجنة وارن أيضا، فقد عاد روبي إلى نادي كاروسيل قبل الساعة 1:45 مزاولا بقليل لإخبار الموظفين أن النادي سيغلق ذلك المساء. كما شهد جون نيومان وهو موظف في قسم الإعلانات في الصحيفة أن جاك روبي قد انزعج من إعلان يميني مناهض لكينيدي كان قد نشر في صحيفة مورنينج نيوز، وأنه قد شعر بالضيق لأن الإعلان كان يهاجم الرئيس والذي كتبه شخص من أصول يهودية. كما أنه وفي وقت مبكر من صباح اليوم التالي فقد شاهد أثناء القيادة لوحة إعلانية سياسية عليها نص بأحرف كبيرة وواضحة مناهضة لكينيدي. ثم في كتابه تبادل إطلاق النار المؤامرة التي قتلت كينيدي، فقد سجل جيم مارس ملاحظات العديد من الشهود الذين أفادوا عن رؤيتهم روبي في نقطة محورية قبل وأثناء وبعد حادث الاغتيال، ولكن لم تستمع لجنة وارن لشهاداتهم. وعلى سبيل المثال فقد ورد أن روبي شهد وهو يقود شاحنة صغيرة في الشارع ونزل منها رجل يحمل بندقية وتوجه إلى المنطقة العشبية قبل الساعة 11:00 بوقت قصير. وبحسب ما ورد فقد تم تصويره وهو يقف أمام مستودع الكتب في مدرسة تكساس فور إطلاق الرصاصة الأخيرة. وبحسب ما ورد أيضا فقد شهد جالسا في مسرح تكساس أثناء اعتقال أوزوالد. وبحسب ما ورد كذلك فقد شهد في مستشفى باركلاند في وقت الإعلان الرسمي عن وفاة كينيدي، بينما ادعى روبي أنه كان مشغولا في مكتب دالاس مورنينج نيوز يعمل على إعلان ملهى ليلي من الساعة 11:00 حتى بعد وقت طويل من وقوع الاغتيال. كما أخبر مراسل مكتب التحقيقات الفيدرالي مرة أخرى ووفقا لجيم مارس أن روبي كان قد غاب لمدة تتراوح بين 20-25 قبل أن يظهر في المكتب مرة أخرى بعد وقوع حادث الاغتيال. شهد روبي في قاعات مقر شرطة دالاس في عدة مناسبات بعد القبض على أوزوالد في 22 نوفمبر من سنة 1963، حيث تظهر لقطات من برنامج نيوزريل من دالاس و NBC أن روبي قد انتحل شخصية مراسل صحفي خلال مؤتمر صحفي في مقر شرطة دالاس، وذلك حين اطلع المدعي العام هنري واد المراسلين في المؤتمر الصحفي على المستجدات وأخبرهم أن لي أوزوالد كان عضوا في لجنة كوبا الحرة المناهضة لكاسترو، وقد كان روبي واحدا من بين عدة أشخاص قاطعوا كلام المدعي العام قائلا هنري هذا هو اللاعب النظيف للجنة كوبا وهي منظمة مؤيدة لكاسترو. بعد شهر واحد عند اعتقاله لقتله أوزوالد صرح روبي لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كان يحمل مسدسا من نوع كولت كوبرا 38 في جيبه الأيمن خلال المؤتمر الصحفي،
وفي 24 من شهر تشرين الثاني نوفمبر فقد قاد جاك روبي سيارته إلى المدينة مع كلبه الألماني من نوع شيبا، والذي غالبا ما كان يشير إليها مازحا باسم زوجته لإرسال مبلغ مالي طارئ عبر ويسترن يونيون في الشارع الرئيسي إلى أحد موظفيه، حيث كان زمن إتمام المعاملة النقدية في الحوالة البريدية هو 11:17 صباحا. ثم توجه بعدها إلى مقر شرطة دالاس القريب، حيث شق طريقه إلى الطابق السفلي إما عبر منحدر الشارع الرئيسي أو درج يمكن الوصول إليه من زقاق بجوار مبنى بلدية دالاس. وفي الساعة 11:21 صباحا، وبينما كانت السلطات تصطحب أوزوالد عبر قبو الشرطة إلى سيارة مصفحة كانت ستنقله إلى سجن المقاطعة القريب، فقد خرج جاك روبي من بين حشد من المراسلين حاملا مسدسا من طراز كولت كوبرا 38، ثم صوب على بطن أوزوالد وأطلق رصاصة واحدة من مسافة قريبة مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة. دخلت الرصاصة في الجانب الأيسر لأوزوالد في الجزء الأمامي من البطن، وتسببت في تلف الطحال والمعدة والشريان الأوريطي والوريد الأجوف والكلي والكبد والحجاب الحاجز والضلع 11 قبل أن يسقط على جانبه الأيمن. عندها صرخ أوزوالد من الألم، كما كانت يداه المقيدتان مثبتتين على بطنه وهو يتلوى من الألم، ثم بعدها سقط على الرصيف. أثناءها تعرف محقق الشرطة المدعو بيلي كومبسيت على الروبي، وفجأة صرخ جاك إنه أنت، ليتم إلقاء القبض عليه على الفور من قبل العملاء والشرطة، فيما تم نقل أوزوالد المصاب إلى مكتب السجن في الطابق السفلي حيث فقد وعيه بعد ذلك بوقت قصير. نقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى باركلاند، وهو نفس المستشفى الذي أعلن فيه عن وفاة الرئيس كينيدي قبل يومين. ثم وفي النهاية توفي أوزوالد في تمام الساعة 1:07 ظهرا من ذلك اليوم. انفجر الحشد خارج المقر بالتصفيق عندما سمعوا أن أوزوالد قد أصيب بالرصاص، كما كانت هناك كاميرات بث تلفزيوني مباشر على الهواء لتغطية عملية النقل، وشاهد الملايين من المتابعين على قناة NBC إطلاق النار كما حدث، وعلى شبكات أخرى في غضون دقائق. بعد ذلك كما تم التقاط عدة صور للحدث قبل ذلك بقليل بعد أن ضغط روبي على الزناد. وفي العام 1964 فقد منح روبرت إتش جاكسون من صحيفة دالاس تايمز هيرالد جائزة بوليتزر للتصوير الفوتوغرافي، وذلك من أجل تصويره لهارفي أوزوالد وهو يتلقى رصاصة بواسطة مسدس جاك روبي. بعد اعتقاله طلب جاك روبي من محامي دالاس المعروف والمدعو توم هوارد أن يترافع عنه، وقد قبل هوارد وسأل روبي عما إذا كان بإمكانه التفكير في أي شيء قد يمكن أن يأخذ ضده، فأجاب روبي بأنه ستكون هناك مشكلة في حال ظهر رجل اسمه دايفيس، حيث أخبر روبي محاميه أنه كان يعمل مع رجل يدعى ديفيس والذي كان تاجر أسلحة متورطا في منظمة مناهضة لكاسترو. ثم في وقت لاحق فقد استبدل روبي المحامي توم هوارد بمحامي الدفاع البارز في سان فرانسيسكو المدعو ميلفين بيلي، والذي وافق على التمثيل جاك روبي مجانا. ثم في 14 من شهر مارس من سنة 1964 فقد أدين الأخير بتهمة القتل العمد وحكم عليه بالإعدام. تم نقض الحكم القاضي بإدانته من قبل محكمة الاستئناف الجنائية في تكساس على أساس أن الاعتراف الشفوي عمدا والذي تم الإدلاء به أثناء الاحتجاز لدى الشرطة كان يجب أن يحكم بعد قبول إدانة المتهم لأنه ينتهك قانون تكساس الجنائي. وقضت المحكمة أيضا بأنه كان يجب تغيير المكان إلى مقاطعة تكساس بخلاف تلك التي ارتكبت فيها الجريمة، توفي حينها روبي وكان غير مدان لأن إدانته الأصلية ألغيت، كما كانت إعادة محاكمته معلقة وقت وفاته. خلال الأشهر الستة التي عقبت اغتيال كينيدي طلب روبي مرارا وتكرارا شفهيا وكتابيا التحدث إلى أعضاء لجنة وارن، ولكن لم تبدي اللجنة أي اهتمام في البداية. فقط بعد أن كتبت شقيقة روبي إيلين رسائل إلى اللجنة وأصبحت رسائلها علنية، فقد وافقت لجنة وارن على التحدث إلى المتهم،
حيث وفي شهر يونيو من سنة 1964 فقد توجه رئيس المحكمة العليا إيلر وايرن والنائب جيرالد فورد من ميشيغان وأعضاء آخرون في اللجنة إلى دالاس لمقابلة جاك روبي. حينها طلب الأخير من إيرل وايرن عدة مرات أن ينقله إلى واشنطن قائلاً: حياتي في خطر هنا، وأنه يريد فرصة للإدلاء بتصريحات إضافية. وأضاف: أريد أن أقول الحقيقة ولا أستطيع أن أقول ذلك هنا. في حين أخبر وارن روبي أنه لن يكون قادرا على الامتثال لهذا النوع من الطلبات لأن هناك العديد من الحواجز القانونية التي سيواجهها في حال أراد فعل ذلك، كما أخبره أيضا أن اللجنة لن تكون لديها أي وسيلة لحمايته لأنها لا تملك سلطات الشرطة. كما قال روبي حينها إنه يريد إقناع الرئيس ليندون جونسون بأنه لم يكن جزءا من أي مؤامرة لقتل الرئيس الأسبق كينيدي. وفي النهاية اتفقت محكمة الاستئناف مع محامي جاك روبي على وجوب منحه محاكمة جديدة. ثم في يوم الخامس من شهر أكتوبر من سنة 1966 فقد قضت المحكمة بأنه كان ينبغي الموافقة على طلبه لتغيير مكان المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية الأصلية، وتم إلغاء إدانته وحكم الإعدام كما كانت الترتيبات جارية للقيام بتجربة جديدة في شهر فبراير من العام 1967 في ويتشيا فولز في ولاية تكساس، عندما تم إدخال روبي في التاسع من شهر ديسمبر من سنة 1966 إلى مستشفى باكلاند في دالاس وهو يعاني من التهاب رئوي شديد. وبعد يوم واحد أدرك الأطباء أنه مصاب بالسرطان في الكبد والرئتين والدماغ، ثم بعد 3 أسابيع فقد توفي. مات جاك روبي بسبب انسداد رئوي ناتج عن سرطان قصبي المنشأ في 3 يناير من العام 1967 في مستشفى باركلاند، وهي نفسه المنشأة الصحية التي توفي فيها أوزوالد، وحيث أعلن عن وفاة الرئيس كينيدي بعد حادث اغتياله، كما تم دفنه بجانب والديه في مقبرة ويستلون في نوريدج إلينوي. تفسيرات لجنة وارن: لم تجد لجنة وارن أي دليل يربط قتل جاك روبي لأوزوالد بأية مؤامرة أوسع طالت اغتيال الرئيس جون كينيدي. وفي العام 1964 قدمت لجنة وارن سيرة ذاتية مفصلة عن حياة روبي وأنشطته للمساعدة في التأكد مما إذا كان متورطا في مؤامرة لاغتيال كينيدي، حيث أشارت اللجنة إلى أنه لا توجد أي صلة مهمة بين روبي والجريمة المنظمة. كما قالت على لسان أحد أعضائها إن ما فعله روبي كان تصرف بشكل مستقل في قتل أوزوالد. كما قال محقق لجنة وارن المدعو ديفيد بلين إن المفتش المدعو هاري هولمز قد وصل دون سابق إنذار إلى مركز شرطة دالاس، وبناء على دعوة من المحقق فقد استجوب أوزوالد مما أدى إلى تأخير نقله لمدة نصف ساعة. فيما خلص بلين إلى أنه لو كان روبي جزءا من مؤامرة ما لكان قد وصل إلى وسط المدينة قبل 30 دقيقة. وفي كتاب جيرالد بوسنر المسمى لكاز كلوزد هارفي أوزوالد and the assassination of JFK فقد ادعى أصدقاء كينيدي حتى أنه بكى مرات عديدة وأغلق نواديه لمدة 3 أيام كنوع من الحداد وكعلامة على احترامه للحادث. كما عرضوا مزاعم المؤامرة قائلين إن اتصال روبي برجال العصابات كان قليلا في الغالب وأنه لم يكن من النوع الذي يؤتمن عليه في مثل هذا العمل ضمن مؤامرة رفيعة المستوى. فيما ادعى مراسل دالاس المدعو توني زوبي الذي كان يعرف روبي جيدا أنه يجب أن يكون المرء مجنونا لكي يعهد إلى روبي بأي شيء مهم مثل مؤامرة رفيعة المستوى لقتل كينيدي، لأن طول حياته لم يكن يستطيع الحفاظ على سر لمدة 5 دقائق. فقد كان جاك أحد أكثر الرجال ثرثرة الذين قابلتهم على الإطلاق، لقد كان أسوأ رفيق في العالم.
فكيف سيكون جزءا من مؤامرة؟ هو وآخرون أيضا وصفوا روبي بأنه من النوع الذي يستمتع بكونه مركز الاهتمام ويحاول تكوين صداقات مع الناس، ودائما يحاول أن يكون مصدر الإزعاج الأكبر. في هذا الصدد يرفض بعض الكتاب بمن فيهم المدعي العام السابق لمنطقة لوس أنجلوس والمدعو فينسنت بلوغويسي وجود صلات تربط جاك روبي بالجريمة المنظمة، واعتبروا أنها كانت قليلة للغاية، حيث يقول: من الجدير بالذكر أنه بدون استثناء لم يعرف أو التقى أحد مع مدبري المؤامرة بجاك روبي، كما أن أفراد عائلته وشريكه في السجن جميعهم يعتقدون أن فرضية أن يكون روبي على اتصال مع الغوغاء أمر سخيف، كما أن أولئك الذين عرفوه بالإجماع وبدون استثناء يعتبرون فكرة ارتباطه بالمافيا وكونه قتل أوزوالد بناء على طلب منهم أمرا ليس أقل من كونه مضحكا. كما رفض بيل ألكسندر الذي قاضى جاك روبي بتهمة قتل أوزوالد أي تلميحات بأن الأخير متورط في الجريمة المنظمة، مدعيا أن مدبري المؤامرة استندوا إلى الادعاء بأن الشخص ألف يعرف الشخص باء وروبي قتل الشخص باء، لذلك لابد من أنه كان يعرف الشخص ألف ويجب أن يكون هذا الرابط في المؤامرة. كما ونفى إيلر شقيق روبي مزاعم تورط أخيه جاك في ابتزاز الملاهي الليلية في شيكاغو، كما أشار المؤلف جيرارد بوسنر إلى أن الشهود ربما خلطوا بين روبي وهاري روبينشتاين وهو مجرم مدان في شيكاغو. وكما رفض المراسل توني زوبي مسألة وجود علاقات للمتهم بالغوغاء. كما تساءل المؤلف نورمان ميلر وآخرون عن سبب ترك جاك روبي لكلبه المحبوب في سيارته في حال كان قد خطط لقتل أوزوالد داخل مقر الشرطة. كما لم يقبل بعض النقاد استنتاجات لجنة وارن واقترحوا عدة نظريات أخرى، ومن بينها أنه قد تم القبض على جاك روبي على الفور بعد إطلاق النار على أوزوالد، وأخبر العديد من الشهود أنه كان مصدوما بسبب وفاة الرئيس كينيدي وساعد مدينة دالاس على ما أسماه استرداد مكانتها في أعين الجمهور، وأن دافعه لقتل أوزوالد كان الانتقام لروح السيد كينيدي وجعله مرتاحا دون الحاجة إلى المحاكمة. كما ادعى أنه أطلق النار على أوزوالد في اللحظة التي أتيحت فيها الفرصة دون التفكير في أي سبب للقيام بذلك. كما قال جاك روبي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كان في حداد يومي الجمعة والسبت، وأضاف أنه بكى عندما سمع أن الرئيس قد أصيب برصاصة، حيث بكى كثيرا بعد ظهر السبت وأصيب بالاكتئاب ليلة السبت، وأوضح أن هذا الحزن سببه حبه الكبير للرئيس وتعاطفه مع عائلة كينيدي. كما أضاف روبي أن الألم الذي خلفته عملية الاغتيال أوصله إلى درجة الجنون، مما أجبره فجأة على إطلاق النار عندما شاهد أوزوالد يغادر مركز الشرطة صباح يوم الأحد. وفي وقت إطلاق النار قال روبي بأنه كان يتناول الفينميترازين وهو منبه للجهاز العصبي المركزي. كما أجهج جاك روبي بالبكاء في جلسة الاستماع في شهر يناير من العام 1964، حيث تحدث إلى المراسلين بشأن اغتيال الرئيس كينيدي، حيث تلعثم كلامه وقال إنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يضيع رجل عظيم مثل هذا. وقال إنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يضيع رجل عظيم مثل هذا. وفقا لمصدر لم يذكر اسمه في وكالة أشوتيت بريس، فقد أدلى جاك روبي بتصريح نهائي من سريره في المستشفى في 19 من شهر ديسمبر من العام 1966، مفاده أنه وحده المسؤول عن مقتل لهارفي أوزوالد، حيث قال روبي: لا يوجد شيء نخفيه، لم يكن هناك أحد آخر غيري. من جانبه شهد مراسل البيت الأبيض المدعو سيث كانتور الذي كان أحد الركاب في موكب الرئيس كينيدي أنه بعد إطلاق النار على الرئيس كينيدي زار مستشفى باكلاند بينما كان الأطباء يحاولون إنقاذ حياة الرئيس. وأضاف كانتور أنه عندما دخل المستشفى حوالي الساعة 1:30 ظهرا شعر بشخص يجره من معطفه، فاستدار ليرى جاك روبي الذي ناداه باسمه الأول وصافحه. وأكمل أنه تعرف على روبي عندما كان مراسلا لصحيفة دالاس تايمز صحيفة هيرالد. ويفقا لكانتور
فقد سأله روبي عما إذا كان يعتقد أنها ستكون فكرة جيدة له أن يغلق نواديه الليلية لمدة 3 ليال بسبب المأساة، وأجاب كانتور دون تفكير أن القيام بذلك سيكون فكرة جيدة. رفضت لجنة وارن شهادة كانتور قائلة أن اللقاء في مستشفى باركلاند كان يجب أن يحدث في غضون 4 دقائق قبل وبعد الساعة 1:30 ظهرا، كما يتضح من سجلات شركة الهاتف للمكالمات التي أجراها كلا الشخصين في ذلك الوقت. وأشارت اللجنة أيضا إلى تناقض شهادات الشهود ونقص تأكيد وجود روبي من خلال تسجيلات الفيديو في مكان الحادث. وخلصت اللجنة إلى أن كانتور ربما لم يرى جاك روبي في مستشفى باركلاند، وربما يكون قد اختلط عليه مكان وزمان رؤيته من هول الحادث التي طال الرئيس. ثم في العام 1979 فقد أعادت لجنة اختيار مجلس النواب بشأن الاغتيالات فحص شهادة كانتور، وقالت بينما خلصت لجنة وارن إلى أن كانتور كان مخطئا بشأن لقاء باركلاند مع روبي، فقد قررت اللجنة أنه ربما لم يكن كذلك. كما ذكر كانتور أيضا أن روبي لربما تلاعب بالأدلة أثناء وجوده في باركلاند، وهو الدافع الذي رفضته لجنة وارن. وقد بحث كانتور في قضية روبي لسنوات، وفي كتاب نشر لاحقا تحت اسم من كان جاك روبي كتبه كانتور: لقد كان أحد أعضاء الغوغاء صديق لروبي، وكان من الممكن أن يكون الأخير قد دفع سندا قانونيا في اليوم الذي استخدم فيه لقتل لهارفي أوزوالد. كما تذكر لقد استخدم روبي لغرض، ولم يكن من الصعب على الغوغاء إدخال روبي في صفوف عدد قليل من رجال الشرطة لقتل أوزوالد. فيما أشارت لجنة اختيار مجلس النواب حول الاغتيالات في تقريرها النهائي للعام 1979 أنه لم يكن إطلاق روبي النار على أوزوالد عملا عفويا، حيث تضمن على الأقل بعض التعمد، وبالمثل اعتقدت اللجنة أنه من غير المرجح أن يدخل روبي إلى قبو الشرطة دون مساعدة. وعلى الرغم من أن المساعدة ربما تم تقديمها دون معرفة نوايا روبي، فقد كانت اللجنة منزعجة من الأبواب المفتوحة على ما يبدو على طول طريق الدرج وإزالة حراس الأمن من منطقة المرآة الأقرب للسلم قبل وقت قصير من إطلاق النار. وهناك أيضا أدلة على أن إدارة شرطة دالاس قد حجبت المعلومات ذات صلة بالحادث عن لجنة وارن بشأن دخول روبي إلى المكان الذي كان يجري من خلاله نقل أوزوالد. ووفق للملازم بيلي جرامر المرسل في قسم شرطة دالاس، والذي يقول أنه قد تلقى مكالمة هاتفية من شخص مجهول الساعة 3 صباحا يوم 24 نوفمبر من رجل ما رفض الإفصاح عن اسمه، حيث أخبر المتصل جرامر أنه كان على علم بخطة نقل أوزوالد من الطبق السفلي، وأنه ما لم يتم تغيير خطة نقله. كما حذر المتصل من أنه سيتم قتلهم جميعا. وبعد إطلاق النار على أوزوالد بحث جرامر الذي كان يعرف روبي، ووجد أن الصوت كان مألوفا وقت المكالمة، حيث ظن أن روبي كان هو المتصل. وقد ظل جرامر مقتنعا بأن إطلاق روبي النار على أوزوالد كان حادثا مخططا له. من جانبه شهد المحقق آرشر أمام لجنة وارن، وقال أنه عندما فتش جاك روبي بعد اعتقاله كان قلقا بشأن حالة أوزوالد، وقال لروبي: جاك أعتقد أنك قتلته. كما أضاف آرشر أن المتهم قد نظر إليه مباشرة في عينيه وقال: حسنا، كنت أنوي إطلاق النار عليه 3 مرات. فيما يعتقد سيث كانتور أن رد روبي على آرشر لا يشير إلى رد فعل تلقائي، وكلمة مقصود تشير إلى وجود نية مسبقة. ووفق للجنة اختيار مجلس النواب حول الاغتيالات، فإن تفسير روبي لقتل أوزوالد سيكشف على أنه حيلة قانونية منفقة. وفي مذكرة
ذاكرة خاصة إلى أحد محاميه المدعو جوزيف توناهيل، فقد كتب روبي: جو، يجب أن تعرف هذا، أخبرني محامي الأول توم هوارد أن أقول إنني أطلقت النار على أوزوالد حتى لا تضطر كالورين والسيدة كينيدي إلى القدوم إلى دالاس للشهادة. حسنا، أما روبرت بلاكي وهو كبير مستشاري لجنة مجلس النواب المختارة للاغتيالات من العام 1977 إلى العام 1979، فقد قال إن التفسير الأكثر منطقية لقتل أوزوالد على يد جاك روبي هو أن روبي طرده نيابة عن أعضاء الجريمة المنظمة، وفي محاولة للوصول إليه 3 مرات على الأقل خلال 48 ساعة قبل أن يسكته إلى الأبد. وفي شهادته أمام لجنة وارن فقد قال: راسل ليمور نايت أن روبي لم يكن يملك أي شيء تجاه أوزوالد، ووصفه بأنه رجل حسن المظهر يشبه بول نيومان. وفي كتابه عقد على أمريكا فقد أشار دايفيد شيم إلى أنه على الرغم من ادعاء بعض الناس أنهم رأوا روبي منزعجا خلال عطلة نهاية الأسبوع مباشرة بعد حادث الاغتيال، فقد قال آخرون إنه لم يكن كذلك. وفي ليلة الجمعة رأى الصحفي التلفزيوني فيك روبرستون جونيور روبي في مقر الشرطة، وأفاد بأن روبي بدا وكأنه ليس تحت ضغط أو إجهاد، فقد بدا سعيدا ومرحا ويمزح ويضحك. كما شهد المذيع غلين دانكان أن روبي لم يكن حزينا وإن كان هناك أي شيء، فقد كان سعيدا بتراكم الأدلة ضد أوزوالد. كما قدم شيم أيضا دليلا زعم أنه أظهر أن روبي قد اعترف بشكل صريح عند الإدلاء بشهادته أمام لجنة وارن. وخلال شهادته كانت دموع روبي تنهال عندما تحدث عن تأذين الرئيس كينيدي صباح يوم السبت، ولكن بعد برهة قال لسبب غير مفهوم: يجب أن أكون ممثلا عظيما، هذا ما يجب أن أفعله. كما لاحظ شيم أيضا أن العديد من الأشخاص الذين يعرفون روبي والذين زعموا أن التصريحات الوطنية التي أدلى بها روبي كانت بعيدة عن شخصيته تماما، حيث أخبر هاري هول وهو شريك روبي في عمليات القمار مكتب التحقيقات الفيدرالي أن روبي كان من النوع الذي كان مهتما بأية طريقة لكسب المال. وقال أيضا إنه لا يمكنه تصور قيام روبي بأي شيء من منطلق حب الوطن. أما جاك كيلي والذي كان يعرف روبي جيدا منذ العام 1943 قد سخر من فكرة وجود دافع وطني يورط روبي في قتل أوزوالد، وذكر أنه لم يستطع تصديق أن روبي يقتل بدافع الوطنية ولكن للدعاية أو مقابل المال. تمت إعادة صياغة كلام صديق جاك روبي والمدعو بور رونالد جونز من قبل المحاورين في مكتب التحقيقات الفيدرالي لتأكيد ما يلي: من منطلق معرفته لروبي كان يشك في أنه سيثور عقب حادث اغتيال الرئيس كينيدي وسيقتل أوزوالد في لحظة، وقد شعر أن روبي كان سيفعل ذلك من أجل المال. وبعد إدانة الأخير في شهر مارس من سنة 1964 بتهمة القتل العمد، فقد استأنف محاموه تحت قيادة سام هيوستن كلينتون الحكم في محكمة الاستئناف الجنائية بتكساس، والتي تعتبر أعلى محكمة جنائية في الولاية، حيث ادعى فرق المحامين أن موكلهم لم يكن من الممكن أن يحصل على محاكمة عادلة في دالاس بسبب الدعاية الكبيرة المحيطة بالقضية. ثم بعد عام من إدانته أي في شهر مارس آذار من العام 1965 فقد صرح روبي خلال مؤتمر صحفي مقتضبا قال فيه: كل ما يتعلق بما حدث لن يظهر على السطح أبدا، ولن يعرف العالم أبدا الحقائق الأصلية لما حدث ودواعي الأشخاص الذين لديهم الكثير ليكسبوه، وكانت لديهم دافع خفية لوضعي في المكان الذي أنا فيه الآن. لن يدعوا الحقائق تكشف للعالم. وعندما سأله أحد المراسلين: هل هؤلاء الأشخاص في مناصب عالية جدا يا جاك؟ فقد أجاب: نعم، فيما تكهن الصحفي سيث كانتور في سنة 1978 أن الرجل الذي يدعى ديفيس والذي ذكره روبي لربما كان توماس إيلي ديفيس الثالث،
وهو أحد المرتزقة المرتبطين بوكالة المخابرات المركزية، في حين زعم نائب شريف مدينة دالاس المدعو المادوكس قائلا: لقد قال لي روبي حسنا، لقد حقنوني بالخلايا السرطانية، هذا ما قاله لي. ويكمل فقلت له: إن هذا مجرد هراء. فقال: أنا متأكد من ذلك. ثم وعندما قررت المغادرة فقد صافحني وشعرت بقطعة من الورق في راحة يده. في تلك الملاحظة قال إنها مؤامرة، وقال: إذا أردت ابق عينيك مفتوحتين وفمك مغلق، ستتعلم الكثير. وكان هذا آخر حرف تلقيته منه. وفي المذكرة ادعى روبي أنه كان جزءا من مؤامرة، وأن دوره كان إسكات أوزوالد. وقبل وقت قصير من وفاة روبي، وفقا لمقال نشر في صحيفة ساندي تامز اللندنية، فقد أخبر الطبيب النفسي المدعو فيرنر توتر أن الاغتيال كان عملا من أعمال الإطاحة بالحكومة، وأنه كان يعرف من قتل الرئيس كينيدي. وأضاف: محكوم علي، لا أريد أن أموت، لكنني لست مجنونا. وفي كتابه عقد على أمريكا، فقد قدم ديفيد تشيم دليلا على أن قادة المافيا كل من كارلوس مارسيلو وسانتو ترافيكانتي جونيور وكذلك زعيم المنظمة جيمي هوفا قد أمروا باغتيال الرئيس كينيدي. واستشهد شيم على وجه الخصوص بزيارة قدرها 25 ضعفا في عدد المكالمات الهاتفية خارج الولاية من جاك روبي إلى مساعدي زعماء منظمات الجريمة هؤلاء في الأشهر التي سبقت الاغتيال. ووفقا للمؤلف المدعو فينسيت بوغلويسي، فقد قررت كل من لجنة وارن ولجنة مجلس النواب للاغتيالات أن كل تلك المكالمات مرتبطة بسعي روبي للحصول على مساعدة من نقابة الفنانين المتنوعين الأمريكية في مسألة تتعلق بإثنين من منافسيه. وذكر تقرير لجنة مجلس النواب حول الاغتيالات أن معظم مكالمات روبي الهاتفية في أواخر العام 1963 كانت مرتبطة بمشاكله العمالية بعيدا عن هوية بعض الأفراد الذين تحدث معهم روبي، فإن احتمال وجود أفراد آخرين يمكنه إثبات تورطه مع مثل تلك المنظمات. في حين صرح بيل بونانو وهو نجل جوزيف بونانو رئيس المافيا في نيويورك في مذكراته أنه أدرك أن بعض عائلات المافيا كانت متورطة في اغتيال جون كينيدي عندما قتل روبي أوزوالد، لأن بونانو كان على علم بأن روبي كان شريكا في شيكاغو في غوغاء سام جيانكانا. وفي العام 1979 أي بعد 15 عاما من تقرير لجان وارن، فقد أجرت لجنة مجلس النواب المختارة للاغتيالات تحقيقا مشابها حول علاقات روبي، وقالت بأنه كان لديه عدد كبير من الاجتماعات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع شخصيات من العالم السفلي الغامض وعناصر دالاس الإجرامية، ولكن أثبت أنه لم يكن عضوا في الجريمة المنظمة. أيضا هوارد بيوينس وهو ثالث أعلى مسؤول في وزارة العدل والمستشار المساعد لجيلي رانكن أو الذي ساعد في تنظيم لجنة وارن، كما حدد أولويات التحقيق الخاصة باللجنة وأنهى التحقيق في أنشطة روبي، حيث ذكر تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن والد وينس كان جار توني أكاردو منذ العام 1958. وفي العام 1946 زعم أن توني أكاردو قد طلب من جاك روبي أن يذهب إلى ولاية تكساس مع بعض أعضاء المافيا بمن فيهم بات مانو ورومي نابي للتأكد من أن شريف مقاطعة دالاس المدعو ستيف جوثري سيقبل توسع المافيا في دالاس. وقبل 4 سنوات من اغتيال الرئيس كينيدي، فقد ذهب روبي لرؤية رجل يدعى لويس ماكويلي في كوبا، كما اعتبر روبي أن ماكويلي الذي سبق له إدارة مؤسسات قمار غير قانونية في ولاية تكساس هو أحد أقرب أصدقائه، في حين أخبر روبي لجنة وارن أن رحلته في شهر أغسطس إلى كوبا كانت مجرد زيارة اجتماعية بدعوة من ماكويلي. واستنتجت لجنة اختيار مجلس النواب للاغتيالات لاحقا أن روبي على الأرجح كان يعمل كساعي لمصالح نوادي المقامرة. كما وجدت اللجنة أيضا أدلة ظرفية ولكنها ليست قاطعة على اجتماع روبي مع رئيس المافيا سانتو ترافيكانتي في كوبا،
في وقت ما في العام 1959. جيمس آيبيرد الذي ادعى أنه صديق جاك روبي في لعبة البوكر أخبر كل من صحيفة دالاس مورنينج نيوز ومكتب التحقيقات الفيدرالي أن روبي قد هرب أسلحة وذخيرة من خليج جالفيستون في تكساس إلى مقاتلي فيدل كاسترو في كوبا في أواخر الخمسينيات. وقال بيرد أن روبي كان موجودا من أجل المال، لا يهمه أي جانب فقط أيهما الذي سيدفع له أكثر. وأكمل بيرد أن الأسلحة كانت مخزنة في منزل من طابقين بالقرب من الواجهة البحرية، وأنه رأى روبي ورفاقه يقومون بتحميل العديد من صناديق البنادق الجديدة بما في ذلك البنادق الآلية والمسدسات على زورق عسكري طوله 50 قدم، وادعى أنه في كل مرة يغادر فيها القارب بالبنادق والذخيرة فقد كان جاك روبي يتواجد على متن القارب. في حين قال بلاني ماك جونسون في وقت لاحق وهو مخبر في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن روبي نشط في ترتيب رحلات جوية غير قانونية للأسلحة من ميامي إلى القوات الموالية لكاسترو في كوبا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. في النهاية تبقى قضية مقتل الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي لغزا محيرا ما بين القتل العمد ووجود مؤامرة محبكة من قبل كبار العالم السفلي لدالاس. وعلى امتداد السنوات لم تستطع شرطة المدينة ولا حتى مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI إثبات أو نفي الحقيقة خلف اغتيال كينيدي. وعلى الرغم من إلقاء القبض على منفذ الاغتيال لهارفي أوزوالد، إلا أنه وقبل التحقيق معه للعلم بخبايا القضية فقد تعرض للقتل أيضا على يد جاك روبي، والذي بدوره توفي في السجن قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه. وهو من كان يشير خلال تصريحاته بعد القبض عليه إلى أن دوافعه نحو قتل قاتل الرئيس الأمريكي الأسبق كينيدي كثيرة وغامضة، ويكمن وراءها أناس أكبر مما تتوقعه السلطات. ولحد يومنا هذا لا زال التحقيق مفتوحا في القضية دون أي جديد يذكر. وفيما يلي مشاهدين الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد ندرج لخمس تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. مطير الجبهات، متابعك من قديم، صوتك جميل وطريقة كلامك جميلة، استمر نحن معك. متابعك من السعودية سيمو جامينج، صوت جميل للغاية وقصة رائعة، أحسنت. محمد علي آتم، لنجاحي أناس يقدرون معناه وللإبداع أناس يحصدونه، لذا نقدر جهودكم الرائع فأنت أهل للشكر والتقدير ووجب علينا تقدير لك منا كل الثناء والتقدير. أحمد خالد، أنت أفضل قناة في اليوتيوب في القصص، متابعوك من فلسطين. محمد ناصر الإبراهيم الكوماني، أحسنت، استمر، قناة جميلة جدا ورائعة وأسلوبك في الشرح جميل، أنا من محبي القناة، أرجو إظهار تعليقي. في انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدينا الأعزاء على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة، في أمان الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.